بصوا حضراتكم الشكل زمان، انا هفضل وراكم كده لحد ما ان شاء الله اسهلكم شربة يعني، ما عادش يزعل مني، انه لازم تعرفوا ان ده كان بيحصل زمان، وان الدنيا كانت زمان 100 فل و14، وان الجماهير كانت موجوده هنا وموجوده هنا، وانه الناس بتموت في الـ في الـ في الرياضه، والناس بتستمتع. واحاول اقول لكم بعضا من الاسماء، مثلا اظن ده الكابتن احمد رفعت، ده كان حسين عليه رحمه الله، على قد ما اقدر اقول ده الضو حارس مرمى الزمالك الشهير، وده قعد لحد سن كبير في الملعب وقت الجماهير. فزمان ما كانوش بيلبسوا الفانيلات المخططه. ده حسين حجازي على فكره اللي كان اللي كانت الصوره عليه، ده واحد من اهم اللاعبين. نسمع كده المذيع بيقول ايه. ويبدا الزمالك ضربه البدايه، وتتناقل الكره اقدام الفريقين، هجمه هنا وهجمه هناك، ومع كل هجمه يزأر المشجعون، كل يستحس فريقه من اجل الفوز. الثاني عندما تهيأت الفرصة لطه اسماعيل داعي الدفاع الاهلي الايسر، فاصاب منها هدف التعادل، وقد اسند هذا الهدف صدر فريق شوقي مشجع الاهلي العزيز. وبين نهاية المباراة بدقيقتين سجل شريك الجندي ساعد الهجوم الايسر هدف الاهلي الرابع والاخير. كل هدف كانت ترتفع هتافات مشجع الاهلي ويشتد حماسهم وتصفيقهم، ولم تهدأ فتنة الفريقين، ولم اقبل جمهور الاهلي يعانق لاعبيه ويقبلهم فرحا بفوزهم مبتهجا بالنصر الذي احرزوه. طوابير متراصة، كل يبغي مكانا في المدرجات الفسيحة التي ضاقت على سعتها بمشجع الناديين العتيدين. فريق الأهلي ينزل إلى أرض الملعب. صالح سليم، طارق، عوضين، طلعت، عاد هيكل، ثم ينزل فريق الزمالك، شريف الفار، رأفة، علاء، عبد نصحي، يكن، ألدو. يأخذ الفريقان في عملية التسخين التي تسبق بدء المباراة. وبينما تتكهن الجماهير وتتساءل من سيكون الفائز، يجري حسين إمام حكم المباراة القرعة بين رئيسي الفريقين. لم تمضي من المباراة إلا 5 دقائق حتى أحرز أحمد مصطفى قلب هجوم الزمالك هدف فريقه في مرمى عادل هيكل. الزمالكيون وهللوا لهذا النصر المبكر، ولكن هذا الهدف لم يثبط من عزيمة الأهلي، بل زاده استبسالا وتماسكا. مضى الفريقان يرسمان خطط الفوز إلى أن كانت الدقيقة 20 من الشوط الثاني، عندما تهيأت الفرصة لطه إسماعيل داعي الدفاع الأهلي الأيسر، فأصاب منها هدف التعادل. هذا الهدف صدر فريق شوقي مشجع الاهلي العتيد. بعد ان احرز الاهلي هدف التعادل تماسك هجومه وترابط دفاعه، فامطر الزمالك بوابل من الهجمات، خاصة وان الزمالك كان يلعب بعشرة افراد لخروج يكن ظهيرهم ايضا بعد اصابته في قدمه. هجمات الاهلي
فسجل طه هدفا ثانيا، وتلاه الشربيني الجناح الايسر مسجلا هدفا ثالثا. وبين نهايه المباراه بدقيقتين سجل شريف الجندي ساعد الهجوم الايسر.